بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. كل أسئلة الأقواس بإذن الله تعالى، اللي هي أسئلة الريرايت الترم الثاني لثالث إعدادي، وهنشرح طريقة حل كل جملة إزاي بحيث تضمن الدرجة النهائية إن شاء الله، وأكيد أكيد لن يخرج عنها أسئلة الامتحان، لأننا جايبين المنهج كله، كل واحدة جايبين النوع بتاع الرايت بتاعها وازاي تحل عليه. يلا نتوكل على الله ونبدأ بسم الله تعالى في ريرايت الوحدة الأولى اللي هي الوحدة العشرة. بيقول لي the train، القطار is at 10 o'clock، القطار هيكون الساعة 10. بيقول لي استخدم كلمة leaves. هنا بقى إذا طلب منك فعل زائد اس، أي فعل زائد اس، إيه الطريقة اللي بتحل بيها؟ دي قاعدة المستقبل بتاعة الوحدة العشرة، وطريقة الحل بتاعة الجزء الأول منها إن هو يطلب مني فعل زائد إس، إن أنا ألغي إز الصفرة دي وأحط الفعل زائد إس مكانها، هتبقى الإجابة بالشكل ده: The train leaves at 10 o'clock. يبقى موضوع سهل قوي، بتشيل إز وبتحط بدلها الكلمة اللي فيها إس، تمام؟ ده الشكل الأول. الشكل الثاني، إذا طلب منك استخدام الفعل زائد اي ان جي، يعني جاب لك فعل اي ان جي زي كده بالظبط visiting، تمام؟ فانت بتعمل ايه؟ اولا الكلمه اللي فيها اي ان جي اللي هو جايبها دي بتبقى موجوده في الجمله بس من غير اي ان جي، فمعنى كده ان انا هحط قبلها الفاعل اللي هو اي، اول حاجه ده هينزل زي ما هو. طبعا اي بتاخد ام، اما لو هي او شي كنا خليناها از، اما لو يو او وي او زي كنا خليناها ار. وبعدين هنجيب الكلمة اللي هي فيها الاي ان جي ونكمل الجملة، هتبقى الاجابة بالشكل ده. طبعا نزلت اي واي بتاخد ام، وجبت الكلمة اللي فيها اي ان جي فيزيتنج، واللي بعدها نزل زي ما هو، تمام. الخطوة التالتة او الطريقة التالتة، طبعا جايب لي هو جملة كلمة جوينج عموما اللي هي جوينج تو، فبيقول لي هند خططت ان هي تقضي الاجازه في الاسكندريه. جوينج هتبقى نفس الطريقه اللي فوق، وهتجيب بعدها تو المصدر، فانا هعمل ايه في الاجابه؟ نزلت هند زي ما هي وشلت بلانت دي وحطيت بدلها از جوينج، لان هند تاخد از، اما لو اي كنت قلت ام زي اللي فوقيها دي، تمام؟ ونزلت جوينج وكملت الجمله زي ما هي لان تو المصدر موجوده، ماشي؟ ده الشكل التالي. الشكل الرابع والاخير في الوحده الاولى، وهو استخدام كلمه ويل. طبعا ويل اللي هي سوف بيجي بعدها الفعل في المصدر، فانت بتشيل الكلمه اللي قبل المصدر وتحط ويل مكانها. فبيقول لي الفازر وعدني يشتري لي تابلت. طب يبقى الفازر ويل باي، سوف يشتري، باي هي المصدر، شلت بروميز اللي هي وعد دي وحطيت مكانها ويل، لان ويل تعطي معنى الوعد، تمام. وده كان اقواس الوحده الاولى. هندخل على ريرايت الوحدة الثانية اللي هي الوحدة 11، وأول جملة معايا بيقول لي I am sure that he traveled by bus، أنا متأكد إن هو سافر بالباص، عاوز كلمة must. طبعا هنا في أربع كلمات مشهورين: must و might و can't و should و shouldn't. أول ما بلاقي زمن الجملة ماضي زي كده ED، بستخدم قاعدة واحدة، إن أنا ببدأ بالفاعل اللي هو he، وبعدين بجيب الكلمة اللي بين الأقواس اللي هي must، وبعدين بجيب هاف من عندي، وبعدين بكمل الجملة. تعالوا نشوف الإجابة. هي وجبت مصد الكلمة اللي بين الأقواس زي ما اتفقنا، جبت هاف من عندي زي ما قلت، وترافلد باي باص، وترافلد باي باص، كملت الجملة ما عملتش حاجة. فهمناها؟ يبقى دي سهلة قوي. وهكذا كل قاعدة الوحدة 11، بس احنا برضو هنجرب كل الأنواع. النوع ده بقى طالب مايت، عادي نفس الطريقة، هاني اشترى الموبايل وأنا مش متأكد، فهقول هاني احتمال اشترى الموبايل. هبدأ بهاني وانزل الكلمة التانية اللي هي مايت، واجيب هاف من عندي، واكمل الجملة. التصريف التالت موجود اللي هو باي بوت بوت بوت، وكملت الجملة. خلاص شلت اي ام نوت شور عشان مايت بدالها، هنا شلت اي ام شور عشان ماست بدالها، تمام. شوف شكل تالت، شودنت. بيقول لي انا اكلت سمك في المطعم ده بس ندمت ان انا اكلته، استخدم شودنت. طبعا هنا هقول له ايه؟ هقول له ما كانش المفروض ان انا اكل السمك، فهبدا بالفاعل اي واجيب شودنت زي ما اتفقنا، وهاف من عندي، وهنا بقى ايه؟
tried او eaten، يعني انا قلت انا ما كانش المفروض اجرب السمك، انت كان ينفع تشيل ايدي وتحط eaten بدل tried عادي، يعني الاثنين ينفعوا. تمام. الشكل الرابع نفس الطريقه should، بيقول لي نهى ما عملتش واجبها، استخدم كان المفروض ان عشان الكلام في الماضي، هقول نهى كان المفروض تعمل الواجب، فهقول ايه بقى؟ نهى وجبت should وهاف وبعدين التصريف الثالث وكملت جملتي عادي. تمام. ده الشكل الاخير من الوحده ال 11 في ترم في الري رايت. هندخل على الوحده الثالثه وهي الوحده ال 12، والجمله اول جمله بيقول لي، طبعا دي المباشر والغير مباشر، واحنا عندنا نوعين في الوحده ال 12، عندنا الجمله الخبريه هنعمل عليها جملتين، وبعدين عليها عندنا الجمله الاموريه هنعمل عليها جملة واحدة، ونوضح ان كل الجمل هتبقى بنفس الطريقة. الجملة الخبرية اولا، يطلب منك told. تمام؟ تعمل ايه؟ الراجل بيقول الانجليزي هو مادته المفضلة. My friend said to me، اصحابي قالوا لي كده. فانا هبدأ بكلمة said to me دي، هبدأ بمي friend said to me. هروح كاتبها زي ما هي my friends وبدل said to بtold. خلاص؟ احذف الاقواس دي واحط ذات. احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل طبعا. الفاعل بينزل هو انجلش، از بتتبدل لواز علشان المضارع بيتحول لماضي، وبعدين اور بتتحول لزير عشان مادتنا تبقى مادتهم عشان انا بتكلم عنهم. وكملت الجمله. هنقول واحده تاني عشان نوضحها. المحل الجديد هيفتح في اسبوعين. بيقول لي ساره سيت تو اس، هبدا بجمله ساره سيت تو اس دي. تمام. طيب بعد ما هبدأ بسارة ست و أص هحول ست و لطولت، واحذف الأقواس واحط ذات، وأكمل الجملة وبدل ويل بوضع عشان الماضي منها. تعالوا نشوف. بدأت بسارة طولت أص فعلا زي ما هو قال لي، حذفت الأقواس وحطيت ذات، بدأت بالفعل اللي هو نيو شوب زي ما هي، حولت ويل لوض بس كده وكملت الجملة. تمام. ده النوع الأول في الوحدة ال 12. النوع الثاني هو الجملة الأمرية، وده سهل قوي. مثال stand up please، اقف لو سمحت. الاستاذ بيقول لعلي، انا هبدا بجمله الاستاذ بيقول لعلي. المره دي هبدل ستو مش بطلب، لا بordered، المطلوبه مني الكلمه المطلوبه. فهقول الاستاذ التيتشر اوردرد علي، واجي قبل المصدر واحط تو stand up، الاستاذ امر علي ان هو يقف. طيب الكلام ده هعمله مع كام نوع؟ مع اي واحد من الستة دول، يا اما كلمة ordered اللي هي عملنا عليها دي، يا اما advised، يا اما asked، يا اما encouraged، يا اما warned، يا اما invited. اي واحدة من الستة دول هعمل الطريقة دي، ان انا همسك الكلمة احطها مكان ست تو واحذف الاقواس واربط بتو. تمام. طيب احيانا يجيب لي جملة زي كده، don't touch the snake، ما تلمسش الثعبان. منى قالت لعلا استخدم حذرا، فهروح قايل ايه؟ منى ورند علا، نفس الطريقه اللي اتفقنا عليها، بس بدل تو احط نوت تو عشان دونت دي، وهي حذر عموما بتاخد نوت تو. تمام. طيب دي كانت جرامر الوحده ال 12. الوحده ال 14، الرابعه سوري، اللي هي 13، طبعا اللي هي الجمله الاستفهاميه اللي هي فيها اسك، بيقول لي will you finish، طبعا اعرفها ان هي بتبدا بايه، بفعل مساعد عشان يكون معناه هل، او بتبدا باداه استفهام. will you finish your homework before dinner، هل هتخلص الواجب قبل العشاء؟ بيقول لي كريم سال اخته. لما اجي احل هبدا بالكلمه الصفراء اللي هي كريم سال اخته دي. تمام. فهقول كريم asked his sister زي ما هي، هحذف الاقواس وهربط باف، احذف الاقواس وهربط باف، حد كده حلو. هعمل مقص will you تبقى you will، ها يبقى مقص you will، ركزتوا؟ you عايده على البنت تبقى she، will تتحول لود، واكمل جملتي زي ما هي. تعال نشوف الاجابه. كريم اسكت his sister، خلاص خلصنا منها. الاقواس طارت وحطيت اف، برضو خلصت منها. ايه بقى اللي جاب she would دي مكان will you؟ قلنا هنعمل مقص نخليها يو في الاول وبعدين ويل. يو عايده على البنت فنزلت شي، وويل جبت الماضي منها وض، وكملت الجمله.
خلاص تمام. هير بدل يو طبعا عشان الضمير العائد واجيبها. تمام. مثال كمان: Do all the planets have moons؟ هل كل الأقمار، هل كل الكواكب فيها أقمار؟ آية said to me، آية قالت لي. بيقول لي استخدم asked. طبعا هنا كالعادة هبدأ بآية وبدل said to بasked وأقول آية asked me وأحط F، صح كده؟ تمام. Do all the planets، هل كل الكواكب فيها أقمار؟ آية said to me. زي ما اتفقنا لما نيجي نشوف الإجابة، ايه اسكد مي، ادي اول خطوه بدات بدي حولت ست تو الاسكد، حذفت الاقص وربطت باف زي ما قلنا. حذفت دو بقى، ركز بقى هنا مش هتعمل مقص، هنا عملت مقص عشان ما كانش فيه دو، لكن الجمله اللي تبدا بدو ما بتعملش مقص، بتحذف دو وتكمل الجمله وتحول الفعل للماضي بس. فانا حذفت دو وبدات بقول ذا بلانتس زي ما هي، وجيت حولت هاف دي لهذا الماضي وكملت ايه الجمله. تمام. طيب النوع تاني اللي هو بادئ بادئة استفهام: Where are you going on holiday in the summer؟ انت رايح فين في الاجازة في الصيف؟ I asked يوسف، انا سألت يوسف. لما اجي اجاوب I asked يوسف مش هربط بإف المرة دي عشان عندي اداة استفهام، فعشان كده حذفت where، حذفت قصدي ما حذفتش حاجة، حذفت إف اللي انا كنت هربط بيها وربطت بنفس اداة الايه الاستفهام، وعملت مقص بين are you، يو عايدة على يوسف فنزلت هي، وار الماضي منها وير، طب انا عندي هي يبقى مضطر احول ار لووز وكملت جملتي زي ما هي وما فيش اي ايه اي تغيير. واي دو يو كام ليت حسام، ليه بتيجي متاخر يا حسام؟ الاستاذ قال لحسام، بيقول استخدم اسكت. هبدا ب التيتشر اسكت حسام، احذف الاقواس واربط باداه الاستفهام واي علشان ما عنديش فعل مساعد. دو اللي بيحصل فيها بتتحذف، يو عايد على حسام تنزل هي، والماضي من كم كيم في الماضي. تمام. طيب الوحدة ال 14 اللي هي الوحدة الخامسة، والقواعد بتاعتها المضارع التام في البناء للمجهول، هيطلب منك استخدام كلمة بين دي. فانت هنا بيقول لي they have collected a lot of money، عد ثلاث جمل وخد الكلمة الرابعة وانزل، ثلاث كلمات وعد وخد الكلمة الرابعة وانزل بيها. زي ادي الفاعل، هاف كولكتد ده الفعل هاف والتصريف الثالث، a lot of money هي دي الكلمه الرابعه كلها، دي هتنزل زي ما هي لان هي المفعول، لو هي مفرد اديها هاز، ولو هي جمع اديها هاف، وبعدين اجيب كلمه بين المطلوبه والتصريف الثالث. تعال نشوف، بدا بقى lot of money فعلا هي مفرد فاديها هاز لانها لا تعد، الكلمه الثالثه بتبقى بين، بعدين التصريف الثالث اللي هو قبل الكلمة الثالثة في الجملة اللي هو collected نزل زي ما هو وكملت الايه الجملة. جملة كمان بيقول لي they have painted the building، again هم لونوا المبنى. ابدأ بكلمة the building، يبقى هو ممكن يقول لي استخدم been، وممكن يقول لي استخدم كلمة، كلمة موجودة في الجملة اللي هي الكلمة الرابعة اللي احنا بنقول عليها دايما، زي واحد have اتنين painted تلاتة the building اربعة، يقول لي جيبها لي ويقول لي ابدأ بيها يعني. فهبدأ بيها كالعادة the building، طبعا هي مفرد فتاخد has، واجيب بين رقم ثلاثة من عندي، وبعدين التصريف الثالث بنتت زي ما هي. تمام. ده الشكل التاني. الشكل الثالث ان هو يجيبها لي على هيئة سؤال: هل هم زرعوا اشجار على بمحاذاة النهر يعني؟ طيب هنا بقى هعمل نفس الطريقة اللي فوق وهعمل مقص، يعني بص على الإجابة، المفروض كنت هبدأ بتريز أشجار وبعدين أجيب بعدها هاف وبعدين بين وأكمل عادي. فهنا بقى رحت عامل مقص، بدل ما قلت مثلا the building has أخليها has the building، trees have have trees been، وأكمل جملتي عادي. تمام. الشكل الأخير إن هو يجيبه لي بأداة استفهام: when have they في إمتى هم زرعوا الشجر ده؟ تمام. ويقول لي استخدم بين، هعمل نفس الطريقة وأزود أداة الاستفهام في الأول، تبقى بالشكل ده: when have trees been planted، have trees been planted، ضفت أداة الاستفهام في الأول بس. تمام. طيب الوحدة الستة وهي قاعدة الوحدة 15، ودي اف بقى، ومن هنا هنبدأ في الحاجات الصعبة. الوحدة 15 فيها اف في الحالة التانية بس، وإف في الحالة التانية ليها برضو تلات أشكال مهمين
وشكل رابع ما جاش في الامتحانات قبل كده، بس ايه لربما. اول شكل عندي ان هو يجيبها لي على هيئة نصيحة ويقول لي انا بنصحك ما تكذبش، I advise you not to tell lies، او يقول لك انا بنصحك باي حاجة ويقول لي استخدم if. تمام، هنا بقى ليها قاعدة ثابتة اللي هي ايه، if I were you I would والمصدر، لو كنت مكانك كنت عملت كذا. طب هنا بيقول لي ما بنصحك ما تكذبش، يبقى if I were you I would not tell lies، يعني هجيب would والمصدر او wouldn't والمصدر على حسب في نط هنا ولا ما فيش. تمام، ده اول شكل اعرفه من advise دي خلاص، او يشيل advise ويجيب لك كلمة you should اللي هي يجب عليك. ماشي، الشكل التاني واحد بيقول انا قصير لذلك مش هقدر العب كرة السلة، انا ازعى مش هقدر العب كرة ايه السلة. ده لما يجي يستخدم اف هيقول ايه، لو كنت طويل او لو ما كنتش قصير كنت لعبت كرة السلة. دي بقى فيها لفة طويلة شوية، بننفي المثبت ونسبة المنفي وبنستخدم حالة اف. لازم تحفظ الحالة التانية بتتكون من ايه، بتتكون من اف فاعل ماضي بسيط والناحية التانية فاعل ود والمصدر، وبتنفي وتثبت وتثبت وتنفي. ازاي؟ انا لما اجي احل في الاول هنزل اف خلاص، بعدين هنزل اي بتاعت ام دي اهو، اي ام هجيب الماضي منها. طب ام مثبتة يبقى لازم يجي الماضي منها منفي، الماضي منها ووز طبعا، واحنا بنستخدم وير في حالات اف التانية بدل ووز، فيبقى خدنا وير وهنخليها ويرنت لان ام مثبته يبقى ويرنت، ونزلت شورت زي ما هي، وشلت سو ونزلت الكوما، وبدات بالفاعل اي. كان عايزها يا اما كود يا اما وود، اهي الحاله الثانيه من اف بالشكل ده، خلاص خدت كود. طب هي فوق منفيه بنط اهي، لا يبقى انا الغي النفي وانزلها مثبته واكمل الجمله بس كده. طيب شكل كمان مختلف بقى، I can't go on holiday because I don't have enough time، مش هقدر اروح الاجازة عشان ما عنديش وقت. الاتنين منفيين، الاولى منفية اهي والتانية منفية برضو، يبقى الاتنين هينزلوا مثبتين تحت بتطبيق حالة اف الحالة التانية. هنا بقى كانت سو، فالجملة الاولى نزلت اولى والتانية نزلت تانية، قال لي لما تبقى because الاولى تنزل تانية والتانية تنزل أولى، يعني هعمل مقص. طب حل وريني أهو إيه اللي حصل. أولا نزلت إف كالعادة ونزلت الفاعل بتاعي أي، وأنا هشتغل على الجملة التانية كده مش على الأولى، لأن بيكوز بيقول لي خد التانية الأول وبعدين الأولى. فدونت هاف دي منفية، أجيب الماضي من هاف هو إيه هاد، وألغي النفي، فدي يعتبر كلمة واحدة دونت هاف على بعضها، لغيت النفي دونت وجبت الماضي من هاف اللي هو هاد، وكملت انف تايم زي ما هي. تمام، هاجي بقى اشتغل على الجملة الاولى، اي نزلتها كان الماضي منها يبقى كود صح، وانا عايز كود او ود والمصدر. طب هي منفية خلاص تنزل مثبتة كود بس، وكملت جو ان هوليدي زي ما هي. تمام، يعني ما فيهاش اختلاف. طيب دي بقى الرابعة اللي انا قلت لكم ما بيجيش في الامتحان بس لازم ناخد بالنا منها، هو بيجيب لي جملة اف وبيقول لي استخدم كلمة تساوي اف اللي هي unless دي، فبيقول لي if you didn't get help لو ما حدش ساعدك you would be in trouble، هتبقى في مشكلة، استخدم unless. طبعا هشيل اف و didn't واحط unless مكان اف بس كده، احول الفعل للماضي، يعني هنا اهو في الاجابة لغيت اف وحطيت unless، شلت didn't تماما ونزلت يو زي ما هي بعد اف او بعد unless اهو، وحولت جيت للماضي منها جود والجملة كلها زي ما هي. تمام، الوحدة السابعة اللي هي الوحدة 16، ودي طبعا قاعدة الماضي التام. هنبدأ اولا بافتر، الماضي التام لروابط كتيرة على ثلاث اشكال. اول شكل فيه ان هو يقول استخدم افتر، لازم اكون حافظ التكوين كويس، بيقول لي فيرست اولا انا ذاكرت الدروس بعد كده عملت الواجب، يبقى هو الاول ذاكر وبعدين ايه عمل الواجب، بعد يبقى هيقول بعد ما ذاكرت عملت الواجب. لازم اكون حافظ قاعده افتر، ايه قاعده افتر؟
after بعدين فاعل بعدين had بعدين تصريف ثالث بعدين كوما والجملة التانية زي ما هي. تعالوا نشوف الإجابة. After I had studied الكلام اللي قلناه after الفاعل I had نزلت تصريف الثالث studied وكملت my lesson خدت الكوما والجملة التانية زي ما هي I did my homework. تمام؟ ده الشكل الأول. الشكل الثاني إن هو يقول استخدم before. before عكسها عشان بتاخد بسيط الأول وبعدين تاب. يعني هتبقى بيقول لي أولا حجزنا التذاكر وبعدين رحنا الحفلة، فهو عاوز بيفور قدام الحفلة دي عشان أقول قبل ما نروح الحفلة حجزنا التذاكر. فقلت نزلت وي زي ما هي وبعدين هاد وبعدين بوكد ذا تيكتس، احنا حجزنا التذاكر الأول قبل ما نروح الحفلة before we went to the concert قبل ما نروح الحفلة. الشكل الثالث اللي هو يستخدم كلمة until وهي حتى، ولازم أكون عارف قاعدتها. إيه قاعدتها؟ until اللي بتيجي في النص بيكون قبلها فاعل و didn't والمصدر و until وبعدين فاعل وبعدين had will be be. نشوف الإجابة. نزلت الفاعل we جبت didn't زي ما قلنا بعدين have we didn't have lunch اللي هو الجزء الثاني ده ما تناولناش الغداء حتى فاعل we had والتصريف ثالث حتى زرنا المتحف. هو بيقول بعد ما زرنا المتحف اتناولنا الغداء، يبقى انا هقول له ما تناولناش الغداء حتى زرنا المتحف. تمام؟ دي بقى ملحوظه موجوده في الوحده، يعني جبتها لكم كلمة look forward يعني يتطلع إلى، تاخد بعدها to والاي ان جي. فعشان كده راجل بيقول مش قادر استنى عايز اروح المتحف بكره، هيقول له أنا متطلع لزيارة المتحف غدا. I am looking forward to وأجيب بعدها ان جي وأكمل الجملة. خلاص دي الوحدة 16. الوحدة اللي بعد كده اللي هي الوحدة الثامنة اللي هي الوحدة 17 في الترم. الوحدة 17 طبعا حالة اف ولكن الحالة الثالثة يعني أصعب شوية. برضو كالعادة لازم تعرف لي شكل الحالة الثالثة عشان تعرف تشتغل. اف فاعل هاد بي بي، الناحية الثانية فاعل وود وهاف وتصريف ثالث. وبرضو بننفي ونثبت ونثبت وننفي. فهنا الراجل بيقول ان هو كان مريض علشان كده ما راحش الشغل. فهو هيقول لو ما كنتش مريض كنت رحت الشغل. هتيجي ازاي؟ تعالوا نشوف. نزلنا اف ونزلنا اي، لازم هاد، خلاص نزلت هاد. تصريف التالت من ووز هو بين او بن، وبعدين نفيت هاد لان ووز مثبته ونزلت ال زي ما هي. الكوما نزلت، حذفت سو، نزلت الفاعل اي، وانا عايز ايه الناحيه التانيه؟ عايز ووز وهاو تصريف تالت صح؟ نزلت ووز مثبته علشان في نفي فوق، وهاب نزلتها والتصريف التالت من جو وكملت الجمله. تمام؟ اللي فهم اللي هناك هيفهم اللي هنا بسهوله. هنا بقى she punished her son، عاقبت ابنها because he hadn't told the truth، عشان ما قالش الحقيقه. فهنقول لو كان قال الحقيقه ما كانتش عاقبته. يعني هننفي ونثبت ونثبت وننفي. ما تنساش بيكوز اللي احنا بنشتغل على الجملة التانية الأول قبل ما نشتغل على الجملة الأولى، وهنطبق نفس القواعد. تعال نشوف. نزلت اف، هبدأ بالجملة التانية اللي هو هير صن ابنها ده أو هي، فعشان كده نزلت بهير صن. بعدين هاد، وهو بيقول لي هاد نوت تولد، لا هنا هنزلها منفية. أنا عايز بعد إف هاد والتصريف التالت، طب موجودين، خلاص أنزلهم بس هلغي النفي. ليه؟ لأن أنا لازم المنفي ينزل مثبت والمثبت ينزل منفي، فهي منفية، خلاص يبقى هاد تولد بس. وكملت الجملة، وخدت الكومة بتاعتي وحذفت بيكوز، ورحت بادئ بشي. طيب عايز إيه بعد شي؟ عايز وود وهاف وتصريف تالت. يبقى شي وود ودي هاف والتصريف التالت وكملت. هنا مثبتة، خلاص يبقى ود تبقى منفية، ودنت. تمام؟ تمام. واحدة تاني، My father drove me to school so I arrived on time.
بابا وصلني المدرسة عشان كده وصلت في معادي، يبقى هقول لو بابا ما وصلنيش ما كنتش وصلت في معادي. الاتنين مثبتين يبقى هينزلوا منفيين. هقول ايه؟ اف نزلت، ماي فاذر الفاعل نزلت، دروف عايز هادو تصريف تالت يبقى هاد دريفن. طب هي مثبتة خلاص يبقى هادنت، هادنت دريفن مي. تو سكول شلت سو وحطيت الكوما، نزلت بآي زي ما هي عايز وود وهاف وتصريف تالت، نزلت وود وهاف وتصريف تالت والفعل مثبت يبقى هنا ينزل ايه؟ ينزل منفي. تمام؟ طيب الوحدة الأخيرة اللي هي التاسعة أو التمنتاشر، طبعا بيقول لي حالة اف هنا في الحالة الأولى اللي هي بتتكون من مضارع وويل والمصدر، فبيقول لي اعمل الواجب وإلا الأستاذ هيبقى زعلان منك. لو ما عملتش الواجب الأستاذ هيبقى زعلان. نزلت بإف ونزلت بيو اللي هي أنت، لو أنت don't do homework لو أنت لم تفعل واجبك. التيتشر will be angry، استخدمت هنا مضارع واستخدمت هنا will والمصدر، ودي الحالة الأولى من إف المستخدمة في الوحدة 18. تمام؟ طيب واحدة تانية عشان نوضح، she must practice well هي لازم تمارس كويس، اور والا يبقى انت عارفها باور بقى، ها والا هي مش هتلعب البيانو، يبقى لو مارست كويس هتلعب البيانو. اف نزلت، شي نزلت، doesn't practice هنا مثبته تنزل منفيه، practice مثبته تنزل منفيه، لو هي ما مارستش كويس شي ويل نوت خلاص زي ما هي مش هتلعب البيانو. تمام؟ دي كانت اخر حاجه معانا في الري رايت. الرايت ده ان شاء الله مش هيطلع من المنهج، هنعمل لكم ان شاء الله المحادثات وهنعمل لكم كمان القطع والقصه وباقي الاسئله اللي تعباكم، بس ما تنسوناش بلايك وشير لزمايلك وتعليق وكلمه شكر منكم علشان نستمر معاكم، لان ده بياخد مجهود والله. وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم.